طيب ثابت برضو مارسيل كولر وتطور جميع اللاعبين تحت قيادته او معظم اللاعبين تحت قيادته. مارسيل كولر ماسك النادي الأهلي من 9 سبتمبر 2022. من الفترة دي مارسيل كولر يستحق التحية على الأداء اللي بيقدمه مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. بصراحة عامل أداء رهيب. لو اتكلمنا أولا عجبني في مارسيل كولر كذا حاجة كده عايز أسردهم. يعني أول نقطة إن هو مدرب مش عنيد. يعني إيه مدرب مش عنيد؟ إحنا كان في الأول في مباراة سان داونز كنا بننتقده إن الراجل بيفتح الملعب، الراجل بيلعب برتم عالي، بيلعب بضغط عالي، بيقول لك دي كورتي الهجومية، أنا مش هتنازل عن الطريقة دي أو ده صح أسلوبه. لما اتغلب من سان داونز كانت نقطة التحول. صحيح بدأ يعمل إيه؟ بيضيق المساحات، يلعب بواقعية شوية. وده الميزة في الفترة الأخيرة لمارسيل كولر، إن هو بدأ يتحلى بالواقعية وده ميزته في الفترة الأخيرة. دي أول نقطة. النقطة الثانية توظيفه لمروان عطية. مروان عطية أصلاً كان جاي صفقة مركز 8، يعني كان بيلعب في مركز 8 في الاتحاد كبوكس تو بوكس بيزيد لقدام وكده. توظيفه في مركز 6 ليه تحديداً؟ عشان هو مميز بالتحرك العرضي، فهو احسن واحد بيطلع الكره من تحت، يحسب ليه جدا. من ساعه ما وظف مروان عطيه في المكان ده النادي الاهلي في اخر 10 مباريات 9 كلين شيت. الحاجه اللي بعد كده توظيفه لديانج. ديانج دايما ديانج اصلا عنده مشكله في استلامه للكوره وهو ظهره للملعب، فلما حطه 8 بعده عن الاماكن فقده للكوره، فديانج بدا يظهر بشكل افضل من اللي كان فيه، يحسب له كده. تعال بص على بيرسي تاو. بيرسي تاو كان مع موسيماني بيلعب ايه؟ فولس ناين، مهاجم وهمي. النهارده مع كولر بيلعب ايه؟ بيلعب جناح يمين او رايت انسايد فورورد بيكمل لقدام. النهارده بيرسي تاو زي ما اسر كان بيتكلم قال ايه؟ ان هو عامل اربعه، مسجل 4 اهداف واربعه اسيست في دوري ابطال افريقيا. متالق بشكل كبير جدا بيرسي تاو، فده يحسب برضه للمدير الفني حسين الشحات. ثقته في علي معلول، علي معلول هو بيتعامل مع علي معلول دايما. مارسيل كولر بيقول لهم كده ان ده انا بعتبره المدير الفني بتاعي في ارض الملعب اللي هو ككابتن للفرقه، عشان كده ما بيطلعوش من الملعب خالص. حته توظيفه اللي عجبني كمان توظيفه لياسر ابراهيم في المباريات الخارجيه، دي بصراحه ما كانتش في دماغنا خالص، ان هو مثلا كان دايما متولي وعبد المنعم هم الاساسيين، بعد كده قال لك لا لما نلعب بره مصر انت عايز واحد بيجيد الالتحامات الهوائيه اكتر عشان خاطر وروحه عاليه اكتر، فراح موظف ياسر ابراهيم فتحسب له. محمد هاني وتالقه، النهارده محمد هاني بيوصل لخمسه اسيست، اعلى رقم يمكن تقريبا مع اعلى مدرب، فتطويره لمحمد هاني. النادي الاهلي كان عنده مشكله برضه في حته راس الحربه، كانت الناس تقول لك الاهلي ما جابش راس حربه، الاهلي مش عارف ايه. لو نفتكر في شهر يناير، النهارده الناس ما عادش بتتكلم في الموضوع ده خالص، وخلاص الموضوع ده اتحل. يحسب لمين؟ يحسب لمارسيل كولر اللي وظف كهربا، اللي وظف بيرسي في الحته دي، محمد شريف. حتى لو استعرضنا الارقام ده، يعني ارقام مارسيل كولر كمان نتكلم رقميا، هتلاقي ان مارسيل كولر عامل 12 ثلاثيه، مدرب محقق 12 ثلاثيه، ده رقم كبير. يعني انا اعتقد ان هو يستحق التحيه. بص الارقام، 12 اخرهم الترجي، اخرهم الترجي، الاتحاد المنستيري، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحه، الزمالك. كان اول ماتش يا احمد الاتحاد المنستيري، اول ثلاثه كانت بدايته كده. بسم الله ثلاثه، واسوان والقطن الكاميروني والهلال السوداني وغزل المحله وفاركو والترجي، يمكن الفرقه الوحيده اللي 3-1 بس هي سموحه، الباقي كله 3-0. صح، كمل برضه هتلاقي ارقامهم من منذ مجيئه، دي مهمة جدا. عدد المباريات 41، كسب منهم 30، يعني نسبة الفوز كام؟ 73%، رقم عالي. يعني أكتر تلات أرباع الماتشات مع النادي الأهلي كسبها. خسر 4 ماتشات بس، منهم ماتشين بره ملعبه في دوري أبطال أفريقيا وماتشين في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد وفلامينجو. نسبة تسجيله للأهداف 79 جون في 41 ماتش، يعني بيقترب من الهدفين فين؟ في الماتش الواحد. بص على الرقم المميز جدا دفاعيا، شباك نظيفة 26 ماتش من 41 ماتش، شباك نظيفة ده رقم كبير. وحصل على 3 بطولات طبعا، بطولتين سوبر وبطولة كاس مصر، كسب الزمالك مرتين وكسب بيراميدز 3 مرات. فانت بتتكلم في مدرب لا يستحق التحية برضو. كل اللي احنا بنقوله ده اللي هيترجمه في الاخر حصوله على افريقيا. لو حصل على دوري ابطال افريقيا هيبقى بصراحه هيبقى اخد 10 من 10 الموسم ده. لا هو لو خد دوري ودوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا وكاس مصر، طب يعني يعني هيبقى حقق الرقم اكتر من جيلكم. يعني ده انت بتتكلم يا رب، هيعدي مانويل جوزيه، هيعدي مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه في اول موسم حقق دوري الابطال في 2001، حققش الدوري. صح. فبالتالي انا كمان يعني يمكن كابتن اسلام بعد ماتش فلامينجو كنت في احد البرامج وكانت الناس زعلانه، انا طلعت بكل يقين واتمنى انه ينصفني يعني كولر ان شاء الله،
قلت كولر هياخد كل بطولات. الخساره من فلامينجو تعني ان النادي الاهلي، ان كاس العالم ما كانش في الحسبان اصلا، النادي الاهلي شارك فيه لما الوداد كان احد يعني منظم البطوله. فبالتالي كل البطولات المحليه كابتن اسلام تكمله لكلام احمد الممتاز والبيانات الرقميه اللي كان بيحطها، كل البطولات المحليه اللي لعبت طبعا، ان احنا عندنا ما شاء الله غير بقيه العالم تلعب كاس السنه اللي فاتت على كاس السنه دي، الدنيا داخله في بعضيها، لكن حقق كل البطولات المحليه. وانت بصدد ان شاء الله نخلص بس ماتش ترجي، تتخلص الماتشات اللي عندك في الدوري ويتسع الفارق وتبعد عن اقرب منافسيك، انت كده امنت بطوله الدوري تعود الى جدرانها ومكانها الطبيعي داخل الجزيره، ويتبقى بطوله كاس مصر للفتره. بالتالي هو حقق كل البطولات المحليه، رهان دوري ابطال افريقيا طبعا رهان مهم جدا، زي ما كان احمد بيقول ان كولر ساعتها هيكتب تاريخ ما كتبوش واحد من اعظم مدربين جوزيه اللي حضرتك حضرته طبعا ايامه، وكان ويظل يعني مدرب التاريخ النادي الاهلي. حاجه ثانيه، كان احمد بيتكلم على دور علي معلول والقياده داخل الملعب وقد ايه بيدي التعليمات لمعلول داخل الملعب. في حاجه اعتقد يعني ربنا يشفي الشناوي ويرجع بالسلامه هتكون حلوه يعني، او الجماهير تتمنى انها تشوفها، ان علي معلول ممكن يكون لابس شرط القياده المباراه القادمه. ويمكن ما حصلتش ان برضه في اللعيبه الاجانب، يمكن من ايام حبيبك وزميلك طبعا جيلبرتو كان احد برضه كباتن الفرقه اللي بس قبل ما يمشي لبس الشاره، حضرتك تفتكر الكلام ده طبعا اكيد. فبالتالي تكمله برضه لكلام احمد، استمرار انه كولر ماشي بخطى ثابته. كان بيتكلم احمد على نسبه الفوز وامتى وحجم الخسارات. اول خساره النادي الاهلي كانت في بطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي لما تيجي تقيم النادي الاهلي وجوده في الدوري المصري وجوده في دوري ابطال افريقيا، انت لم تتعرض للخساره الى ان جاء كاس العالم للانديه. وطبعا هنستثني اللي حصل في دور المجموعات، الاهلي بيبقى بادئ متعثر او مجهد من مشاركته في البطولات الثانيه، خاصه ان انت شاركت في كاس العالم للانديه من غير ما تكون في الحسبان، وهزيمه سان داونز الوحيده يمكن. بعد كده النادي الاهلي رجع لنغمه الانتصارات، وزي ما برده احمد كان بيقول نقطه التحول، تلعب مباراه في الرجاء كابتن قدام المغرب، انت قاعد كمشجع اهلاوي عارف لو المباراه استمرت لاكثر من 190 دقيقه الرجاء مش هيسجل في النادي الاهلي، مباراه دفاعيه بامتياز بشخصيه النادي الاهلي الافريقيه اللي لسه كل اللي المفروض بيعرفها في اول موسم، لكن حتى الان انت ان شاء الله قاب قوسين او ادنى ان انت توصل لنهايه البطوله وان شاء الله تحقق الحادي عشر. يا رب تكملها بس اللي في نقطه الكابتن. الكابتن الماتش الجاي محمد هاني، هاني اللي هو مش معلول. بس لو شارك اعتقد ان هو هيريح هاني، لو اللعيبه اللي ممكن تريح. وبعد كده السوليه، سوليه ممكن ياخد، لان سوليه ممكن يحصل تدوير. سوليه راجع من اصابه ممكن ياخد، سوليه مش موجود هيبقى معلول في ممكن الرابع. عايزين معلول يعني، عايزين نشوفها يعني، عايزين نشوفها الصراحه في مباراه الترجي. يعني تبقى مهمه جدا. صح، مهمه جدا، هتبقى لطيف وجهه نظر يعني. مهمة جدا. سوليه ممكن يعني لعيب كبير، وهاني لعيب كبير، ربنا يعني نشوف مين اللي هيبقى فيها، ولكن في الشوط الثاني مش شرط يبقى. ممكن ياخد شويه، ياخد تدريجي اللي ممكن يحصل.